شويه مع الدارجه الله يخليو الله يخليكم نخليو نهضر الدارجه ومن بعد ديروا الدوبلاج من بعد ديروها بفصحى بصوت اخر اما يكون غير خاطرك سقي سقي اجي عرفتوا هادي ما يكون غير خاطرك انا تحسبني بصح دابا فهمت اللي يقول ما يكون غير خاطرك راه يكون غير خاطر هو مشينا الورزازات وفعلا قالوا لي جابوا لي واحد الاستاذ جامعي عربيه باش يعاوني في الفصحى وشفت المخرج قلت لي ما يكون غير خاطرك وغادي نديرها بالدارجه اللي هو السقيسي راه كاين نجوم من قطر السوري مغاربه كل شيء غادي يهضر الفصحى ما يمكنش انت قلت لهم الله يخليكم خاصنا نقصوا هذا الحوار عطيتوني الحوار بزاف عطيو الحوار اللي يعرف يهضر الفصحى مزيان وانا خليني غير نضرب في الصح نقول الكلمه اللي خاصها تنقول وخليني نخدم بالشخصيه ديالي قالوا صافي ايوا هذا السيد مسكين تعاون معايا ووصلنا واحد الحوار نقص 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 حتى لهذا حتى لهادي ومن بعد قال لي نمسكوا حريمهم